السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلك اشعار بالفيديو الجديد. تعليقك على الفيديو يشجعنا على تقديم المزيد. اشترك يصلك كل جديد. كيف نتعامل مع رجل السرطان؟ رجل برج السرطان يتصف بأنه غامض وخجول جدا، مما يجعل التعامل والتفاهم معه أمرا صعبا، بل يحتاج إلى بذل جهد وتعب كبير للقدرة على كسبه. فمشاعره متناقضة وغير واضحة، وهذا الأمر يؤدي إلى تجنب وعدم التقرب منه. وبالرغم من كل ذلك، إلا أنه يتميز بطيبته وقلبه الكبير. لكن بصورة مفاجئة وغير مسبوقة، يتحول إلى شخص عصبي وغير مسيطر على انفعالاته. وعندما يصل إلى هذه الحالة، يكون من الصعب التعامل معه، فهو رجل غير مستقر من النواحي النفسية. ويعود السبب في ذلك إلى اختلاط المشاعر الإيجابية والسلبية مع بعضها البعض، فهذه طبيعته وصفاته التي يتحلى بها على أرض الواقع. الشخصية العامة لرجل برج السرطان. رجل السرطان والحب. من الصعب على رجل برج السرطان الوقوع في الحب، لأنه يخاف ويقلق بطريقة مستمرة من أن يتعرض لأي جرح أو فراق من الطرف الآخر. فهو من الأشخاص الذين يحتاجون وقتا طويلا ليكون جاهزا لخوض مثل هذه العلاقات. وحتى تستطيع الفتاة أن تكسب حبه وقلبه، يجب عليها أن تقوم بجميع الأمور التي تحسسه بالثقة والأمان، ولا يكون ذلك بالقول فقط، بل يجب أن يتحول القول إلى فعل وتطبيق، ليتمكن من التخلص من شعور الخوف والقلق من الفشل من هذه العلاقة. فهو من أكثر الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان والطمأنينة في حياته العاطفية، ليس فقط في مرحلة الحب أو الخطوبة أو الزواج، بل يجب أن يكون طوال فترة الحياة. رجل السرطان والعمل. يتميز رجل برج السرطان بحب وانتماء لعمله، فهو من أكثر الشخصيات التي تخلص في عملها وتبذل كل الطاقات والجهود لإنجاح هذا العمل. ففي نطاق العمل يتميز بسهولة التعامل معهم، خاصة العمل ضمن فريق متكامل، فهو يميل إلى التقرب والعمل مع الشخصيات التي تتميز بنفوذ ومناصب عالية في المجتمع الذي يعيش فيه. طرق التعامل مع رجل السرطان. هناك العديد من الطرق التي يجب اتباعها للتعامل مع رجل برج السرطان، وهي: يجب تجنب محاولة القيام باستفزاز الغيرة لديه، لأنه ذلك يعمل على نفوره من التعامل مع الشخص والابتعاد عنه. الابتعاد عن أسلوب الجدل عند الخوض في الحديث معه، لأنه شخصية عنيدة غير متقبلة لآراء الآخرين. لذلك يجب الحديث معه وإقناعه بأسلوب لبق وهادئ والابتعاد عن الانفعال والعصبية. يجب الاستماع والإنصات لما يقوله رجل السرطان، لأنه من الشخصيات التي تحب الحديث عن نفسها ومغامرتها، فإذا استخدم الشخص أسلوب السماع له دون مقاطعته، فإن ذلك يؤدي إلى كسب ثقته وصحبته. لذلك يجب التعامل معه بطريقته وأسلوبه الذي يتبعه مع الآخرين. الرجل السرطان يحب أمه كثيرا، وسيقارنك بها، وربما سيطلب منك التصرف مثلها، وسيتردد كثيرا بما يخص الزواج، فهو كالولد الصغير متعلق بأمه، ويشعر بأنه ليس هناك امرأة تستحق حبه كأمه، فعليك تقبل ذلك ولو ظاهريا، وهو إن أحبك فسوف يتمسك بك بكل قوة. المال لديه غاية ليست وسيلة،
فلا تخافي الفقر والديون معهم. يفضل ارتداء الألبسة الرسمية، فلا تحاولي شراء الملابس العادية له، بل يريدك أيضا أن تجاريه في ذلك، ولكن الأهم هو أن تبقي أنيقة دائما وبأبهى طلة، فهو لا يحب الشعر المنكوش والملابس غير المتناسقة، ما يرث عن أجداده في غاية الأهمية بالنسبة له، فهو معني بالنقود والتاريخ، فلا تحاول التقليل من شأنها أو إتلافها. يفضل النظافة والترتيب، فحافظي على نظافة جسمك وأغراضك وزوايا بيتك. لا يطلب كثيرا، فهو يخشى الرب لأنه حساس بطبيعته، فعليك تفهم احتياجاته وتقدمها له. طريقك لقلب زوجك هو معدته. بالتأكيد هذا القول يقصد رجل برج السرطان بالتحديد، فتعلقه بأمه وبالجو الأسري يجعل طعام المنزل مقدسا بالنسبة له، فعليك أن تتفنني بتحضير الطعام وأن تريه مهاراتك. لا يحب الشك والغيرة، قد يبتعد إن شعر بغيرتك وسيعشقك إذا أعطيتيه الثقة، سيكون دائما بحاجة لدعمك ومساندتك، فاجعلي من البيت الملاذ الآمن له. أغطكي عليه بالحب والحنان والرومانسية، فبالرغم من بروده الظاهر إلا أنه يمتلك مشاعر جياشة. يحب تزيين المنزل بالصور التذكارية والمقتنيات القديمة، فزيني منزلك بها. يحب قضاء الوقت في المنزل، فلا تلحي عليه بالخروج إن لم يرد. لا تحزني إن لم يقدم لك باقات الزهور ولم يرتب لمفاجأة لك، فهو غير بارع في هذا ويخفي مشاعره كثيرا، فبالرغم من حبه الكبير ستفاجئين بالكثير من تصرفاته، فهو مزاجي جدا إلى حد التناقض، لكنه رفيق بالنساء ويتصرف بكل أدب ولباقة معهن، فهو يفهم شعورهن بشكل جيد، مما يجعله شخصية محببة لدى النساء، وسيكون أبا حنونا وزوجا عطوفا، وكل ما عليك فعله هو أن تعامليه كما تعامله أمه، ستحصلين على ما تريدين. أما عن عيوب برج السرطان، برج السرطان يعتبر برج السرطان البرج الرابع من الأبراج الاثنى عشر من دائرة البروج، حيث تمر الشمس في هذا البرج من 22 يونيو إلى 22 يوليو. كما يتميز مولود برج السرطان بالطيبة والحنان، لكنه حاد وبعيد عن السطحية، فلو رسمنا صورة صادقة لمولود السرطان فهو على شكل مخلوق نصف مجنون ونصف عاقل. مميزات رجل السرطان: يتميز رجل برج السرطان بمجموعة من الصفات الجميلة والرائعة، أهمها الوقوف إلى جانب الآخرين وحب مساعدتهم، وهذا ما يجعله يملك تعاطف الناس ومحبته، فهو إنسان اجتماعي ومحب للحياة الأسرية، كما يحرص دائما على التمتع بالمحبة وتقديم الرعاية الضرورية للآخرين، كما يعتبر صديقا وفيا ويحب الصديق ويسانده في جميع المواقف والظروف، حيث يلجأ إليه الأصدقاء لأخذ النصائح كونه ينظر إلى الموضوع من جميع الجهات. ويتميز أيضا رجل السرطان بالقدرة العالية على اقتناص الفرص المناسبة، فإذا صمم على هدف ما فإنه يلتزم به ويصر عليه ولا يتركه حتى يتحقق، كما يملك القوة العالية على الإصرار والتحدي والصبر في حالة مواجهته لأي مشكلة. ويحمل رجل السرطان في داخله الإخلاص الكبير والصدق الأكبر، حيث أن مشاعره تخلو من الكذب والنفاق. ويتميز أيضا رجل السرطان بأنه شخص هادئ يتحلى بالسلام الداخلي، رغم ذلك فهو من أكثر الشخصيات العنيدة والحساسة، وعندما يقع بالحب يعشق بجنون ويحترم الشريك ويخلص له. عيوب رجل السرطان: رجل برج السرطان شخص عنيف ويوجه انتقادات لاذعة وصعبة للآخرين، كما أنه إنسان عنيد ومزيج وغير قابل للتغيير.
يتشبث بأشياء بشدة وبقوة، فهو دائم القلق والتفكير لكنه حذر بشكل كبير ويدافع عن نفسه بشكل عدواني حيث يمكن إغضابه بسرعة وبسهولة. ومن المعروف أيضا أن رجل برج السرطان من أكثر الأشخاص الذين يستندون إلى العاطفة في كل أمورهم ولا يستندون إلى العقل والمنطق، ويبدو أن هذا الأمر يعد إيجابيا في بعض المواقف لأن ذلك يشير إلى تقديم مولود برج السرطان وحبه الشديد للآخرين ومساندتهم له. كما أن رجل برج السرطان سريع الغضب ومزاجي بشكل كبير ومفرط، فلا يسمع لقرارات أحد مهما كانت ولا يسمع النصيحة، ويحمل كل المتناقضات في داخله حيث يكون مظهره الخارجي عبوسا وعنيفا لكنه من الداخل واسع القلب، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه التناقضات سلبية ويكرهها الآخرين. ويميل رجل السرطان نحو الكسل ولا يحب المبادرات ليثبت نفسه وليتطور في عمله، بل يفضل أن يبقى تحت أمره شخص آخر. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم إشعار بالفيديو الجديد، لايك وكومنت وشير لمواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفاد الجميع. تعليقك على الفيديو يساعدنا على الاستمرار في نشر المزيد.